الـ ADHD ده اللي هو اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، اللي بيقولوا عليه الهايبرة يعني. وده معناه انه التركيز عندها اصعب من غيرها شوية، هي عندها قابلية للتشتت. يعني مخها من جوه بيبقى عامل زي الملاهي كده، هوبا شافت حاجة مشيت وراها، هوبا سمعت حاجة عايزة تعملها، ومع فرط الحركة ده بيخليها تمل وعايزة جديد دايما. بس ده ملوش أي علاقة بالذكاء، كتير ناس عندها ADHD وأذكى جدا. حضرتك كأنك بتوصف تيتو، هي فعلا شخص بيقعد يتنطط ويتشقلب، شقية قوي. أنا كنت فاكرة إن ده طبعها يعني مش مرض. يعني لا طبعه ولا مرض، مش مهم المسميات، المهم إن الناس دي مخهم بيبقى متركب بطريقة مختلفة. ما ينفعش نيجي إحنا بقى نطلب منهم يمشوا على النمط التقليدي ويعيشوا حياة عادية، كده نبقى إحنا بنعجزهم وبنضرب دماغنا إحنا في الحيط. طب أعمل لها إيه؟ يعني أهم حاجة تركزي مع مفاتيحها وتستغليها، تشوفي إيه بيبسطها. علشان الإنسان هو سعيد المخ بيفرز مادة اسمها دوبامين، بتخليه يساعده على التركيز. يعني حاجة زي التابلت مثلا؟ اهو ده بيخلي الدوبامين في السماء، بس بنشط الإدمان، والـ ADHD عندهم ميول إدمانية، فياريت تخلي بالك. خلينا نشوف حاجة تانية بتحبها وتنبسط بيها، هواية مثلا، رياضة، حيوان أليف. هي بتحب الحيوانات قوي، هي كانت عايزة تربي كلب، بس أنا بقرف بصراحة من الحيوانات والنظافة في البيت والحاجات دي. معلش استحملي شوية، مسؤولية تربية كائن تاني ممكن تغير حياتها.